هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق في المرحلة قبل الأخيرة من إتمام مناسك الحج وقد رمى ضيوف الرحمن جبرة العقبة الكبرى في أول أيام العيد وتحللوا من إحرامهم وذبحوا الهدى وسيكون متحان المتعجلين من الحجاج رموا جمراتهم في يومين على أن يغادروا منى قبل غروب شمس الأحد وعدم المبيت فيها حيث يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج